أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. وصلت الدفعة الأولى من مهجري حي القابون شرق العاصمة دمشق لمناطق سيطرة المعارضة في قلعة المضيق بريف حماة الشمالي، وتقدر أعدادهم بأكثر من 2700 شخص، ومن بين المهاجرين عدد من الجرحى غالبيتهم بحالة حرجة نقلوا إلى مستشفيات ريف إدلب شمال سوريا. يأتي هذا بعد أن انطلقت 22 حافلة من حي القابون في دمشق باتجاه إدلب. أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن تنظيم داعش أقدم على حرق حقول القمح في قرى مبارك الفرحان شرق محافظة صلاح الدين، مبينا أن ذلك جاء انتقاما من صمود الأهالي ورفضهم لأفكاره المتطرفة. وتعاني بعض مناطق شرق صلاح الدين من وجود جيوب متناثرة لتنظيم داعش تنشط في استهداف القرى المحررة بين الحين والآخر. كشفت مصادر أمنية أن الجيش المصري تمكن من ضبط خلية إرهابية في السويس بحوزتها مستندات ووثائق تفيد تلقيها دعما ماليا من جهات ومصادر خارجية بهدف التدريب على صناعة المتفجرات سعيا لاستخدامها في استهداف قوات الجيش والشرطة. وأشارت المصادر الأمنية أن قطاع الأمن الوطني ضبط مراسلات ومحادثات بين عناصر الخلية الإرهابية وقيادات تابعة لتنظيم داعش في سيناء وسوريا. أعلن سفير الأوروغواي ألبيو روسيلي الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر مايو أن المجلس سيعقد جلسة طارئة في 16 من مايو بشأن تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لصاروخ باليستي. وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربة بقذيفة صاروخية رجح الخبراء أن تكون صاروخا باليستيا بالقرب من مدينة كوسون على الساحل الغربي من البلاد. قتل 4 متمردين من حركة طالبان أثناء قيامهم بزرع قنبلة على جانب طريق في إقليم الأوجار وسط أفغانستان. وجاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع أن ما لا يقل عن 10 من متمردي طالبان لقوا حتفهم بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان. أفادت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة الأنشطة الرياضية الخفيفة مثل المشي ببطء يمكن أن تعزز الصحة النفسية وتحسن المزاج. وللوصول إلى نتائج الدراسة تابع الباحثون حالة 420 شخصا في منتصف العمر، وتم رصد النشاط البدني لكل شخص على مدى 4 أيام باستخدام مقياس التسارع الذي ارتداه المشاركون على الوركين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.